اكيد لانه الفريقين صبوا كل الاهتمامات ديالهم صوب البطوله الاحترافيه. هناك خطا والحكم كيعلنها ضربه جزاء. هل يعطي التقدم لاصحاب العرض اولمبيك خريبكا؟ نادي القناتري كتضيع الكره لزكريا الهلالي. هذه محاوله رشيد تبركاني ما كيشوف لك تسلل رشيد تبركاني شنو هذه رشيد تبركاني كي مره دائما سيدي بي والهدف تسجيل الهدف بهذه الطريقه. رشيد تبركاني بغى يمرر في الوهله الاولى في اتجاه ابراهيم البزغودي ولكن القادمون من